محروس النجار ده بقى سلمى الشقية ولا ايه؟ مريم، مريم، تمام. انا اسمي محروس احمد عبد الحميد الفهي، سن 52 سنه. مهنتي مكانجي نجار، اخصائي مكن. انا طبعا في المدرسه ما نفعتش في المدرسه، طلعت وانا عندي 11 سنه. والدي كان عندي اخ كبير اللي هو سمير، شغال في ورشه، فوالدي خدني وداني ليه، قال له خده معاك علمه عشان ده طبعا مش هينفع في التعليم وكده وشاوي التعليم، فخدني وداني الورشه وتعلمت وتعبت وانا بتعلم من صغري وشقيت. المعافره في الشغل عادي زي اي شغل، تحتاج معافره او كل حاجه في التفكير الذهني والكلام ده كله، والبدني، البدني ده عامل اساسي، بس الذهني اكتر، الذهني اكتر، لان احنا شغلانتنا دي اكتر كلها ايه، فن. شغل الانتريهات والخشب والكلام ده كله فن، مش ما بيجيش هنا من فراغ. شغلتي دي عايزه مجهود، عايزه اما اقف اشتغل على مكنه ولا بالك ما يبقاش في حاجه تانية في دماغي غير شغلي فقط لا غير، لان اي غلطه هنا الغلطه بفوره في الورشة هنا، يعني أي تعويرة ولا أي حاجة الغلطة فورا. يعني أنا لسه هو من أسبوعين، بص حضرتك يعني خبطة صغيرة بوظت لي العقلة دي وعورت لي صباعي، العقلة دي ما بتتفردش، يعني أنا مفرد إيدي كده كلها، صوابع كلها بتتفرد معايا دي، لأن يعني أنا سرحت بس لحظة همسة سرحتها إيدي دي، صباعي ده راح داخل في الصناب بتاع المقطع اللي جوه. تعبت، تعبت بعد الزوجه الاولانيه ما توفت، انا حصل عندي حادثه في الشقه وزوجتي توفت وتعبت، قعدت سنه كامله مش عارف اركز في شغلي ولا اركز في بيتي، لان كان معايا ثلاث بنات، مش معقول اسيب الثلاث بنات في الشقه وانا ايه في شغلي، ببقى برضك نص هنا ونص هناك. قعدت سنه وشهرين، جوزت فيهم بنتين في السنه وشهرين دول، ولا بقى حضرتك ازاي، لقيت نفسي تعبت لحد ربنا ما كرمني بام احمد، جت شالت الحمل كله من على دماغي. انا عندي 52 سنه اهو، وما اقدرش اغيب يوم في وسط الاسبوع واقعد في البيت من غير ما اجي الشغل، لو ما نزلتش من بيتي مش هلاقي، هجيب اكل العيال منين؟ ولا عندنا تامينات ولا عندنا دخل من بره ولا اي حاجه، احنا شقينا قوي 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 قوي، خلي بالك، لحد ما اتعلمنا الصنعه دي. انا زمان كان الوسطى بتاعي بينيمني في الارض كده ويعمل لي خط ويجيب خشب لما اقعد اتخن كده ويكسر عظم في لحمي عشان اتعلم، لان قبل ما يقول لي على حاجه انا لازم اكون مستنبه واقول له انت عايز، بدل ما يقول لي انا عايز كذا، قبل هو ما يتكلم اكون انا حطاله على المكان. مفيش حلاوه من غير نار، فلازم تتعبي ولازم تعملي مجهود زياده عشان الحياه تمشي. طول ما ربنا مديني الصحه واقف على رجليا وبقول يا رب وربنا مقويني، هقف وعافي لحد ما يوصل سن 60 سنه 70 سنه، ربنا يدينا طول العمر. ربنا يديك طول العمر يا عم محروس، والعمر الممزوج بصحه وعافيه. نماذج حلوه، حلوه، ما تقدرش تتكلم، نماذج جميله. طيب انطلق يا جمعه، راحه دقائق.